السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Our lesson today is the object. درسنا النهاردة بعنوان المفعول أو المفعول يسمى بالمكمل. لماذا؟ لأنه يكمل معنى الجملة. يعني إيه يكمل معنى الجملة؟ لما نيجي ناخد example عشان نفهم الكلام دوت، نقول مثلا علي eats fish. علي eats fish يعني علي يأكل السمك، تمام كده؟ طيب عندنا علي فاعل اللي هو subject، ويتس ده الفيرب اللي هو الفعل، والاس طبعا اللي هي، وبعد كده عندنا الفش اللي هو الاوبجكت او المفعول. لو حذفنا المفعول يبقى علي ايتس يعني علي ياكل. طيب هل الجمله صحيحه؟ الجمله صحيحه، لكن معناها مش مكتمل. معناها ايه؟ مش مكتمل، يعني الجمله ناقصه المعنى. يبقى علي ايتس علي ياكل، علي بياكل، بس بياكل ايه ما نعرفش، لكن لما نضيف المفعول هيكمل معنى الايه الجمله. يبقى علي ايتس فيش علي ياكل السمك، يبقى بذلك اكتمل معنى الجملة. يبقى فعلا المفعول هو يسمى بالمكمل لأنه يكمل معنى الايه الجملة، تمام كده؟ ده بالنسبة للمفعول، دي نمبر 1. نمبر 2 معانا ينقسم المفعول إلى ثلاثة أقسام. ينقسم المفعول إلى ثلاثة ايه أقسام: مفعول دايركت، مفعول اندايركت، ومفعول ظرفي. يبقى مفعول مباشر وغير مباشر ومفعول ظرفي. مفعول مباشر وغير مباشر وظرفي. المباشر زي ايه؟ لما نيجي ناخد اكزامبل الاول، يعني ايه المباشر قبل ما ناخد الاكزامبل؟ مفعول مباشر يعني لا يسبقه حرف جر، لا يسبقه حرف ايه جر، تمام؟ لما ناخد اكزامبل نقول I love you، I love يو انا احبك، تمام كده؟ طيب الفعل عندنا اللي هو السبجكت اي، ولاف دوت الفعل اللي هو يحب، ويو ده الايه المفعول. هل سبق المفعول حرف جر؟ لا. يبقى اذا هنا المفعول نوعه ايه؟ ها مباشر على طول، لا يسبقه حرف ايه جر. برافو عليكم. طيب نمبر 2 معانا هي لايكس ابل، هي لايكس ابلز، هو يحب التفاح. اللي هي هو السبجكت اللي هي الفاعل، لايكس يحب اللي هو الفيرب، وابلز اللي هو التفاح المفعول، تمام كده؟ هل سبق التفاح حرف جر؟ لا. يبقى اذا هنا معانا المفعول نوع دايركت يعني مباشر. نمبر 3 رقم 3 they eat fish او they eat meat، هم ياكلوا اللحمه. they هنا موقعها subject يعني فاعل، و eat verb فعل، و meat اللحمه دوت المفعول. اللحمه ما سبقهاش حرف جر، يبقى اذا نوع المفعول دايركت يعني مباشر. طيب لما نيجي ناخد نمبر 2 المفعول الغير مباشر، يعني ايه مفعول غير مباشر؟ عكس المفعول المباشر. يبقى اذا في الحاله دي ايه؟ هنقول ايه؟ يسبقه حرف جر. يبقى المفعول المباشر لا يسبقه حرف جر، والمفعول الغير مباشر يسبقه حرف ايه؟ جر، تمام كده؟ النوع الثاني معانا المفعول الغير مباشر. طبعا المفعول الغير مباشر يعني يسبقه حرف جر، يسبقه حرف ايه؟ جر، تمام كده؟ طيب ناخد اكزامبل على الكلام دوت. وي ونت تو ذا كلاب يسترداي، وي ونت تو ذا كلاب يسترداي، يعني نحن ذهبنا الى النادي ايه امس، تمام كده؟ الوي هنا سبجكت يعني فاعل، ونت اللي هو الفيرب يعني فعل، تو دوت حرف جر معناه الى، ذا كلاب النادي دوت الاوبجكت اللي هو المفعول، ويسترداي طبعا ديت الكومبليشن او التكمله اللي هي شبه الايه الجمله، تمام كده؟ يبقى اذا عندنا المفعول اللي هو كلاب سبقه حرف الجر تو اللي هو معناه الى. يبقى اذا نوع المفعول هنا ايه؟ اندايركت، مفعول اندايركت يعني غير مباشر، غير ايه مباشر، تمام. طيب عندنا نمبر انذر اكزامبل، مثال تاني. she goes to school every day، she goes to school every day، هي تذهب الى المدرسه كل يوم. طبعا حرف الجر تو اتى قبل سكول، يبقى اذا هنا نوع المفعول برضو اندايركت يعني غير مباشر. نمبر 3 معانا المفعول circumstance، circumstance يعني المفعول الظرفي، circumstance المفعول الظرفي. طبعا المفعول الظرفي ينقسم الى نوعين، ينقسم الى كم نوع؟ نوعين: ظرف زمان وظرف مكان. ظرف زمان وظرف ايه؟ مكان. لما نيجي ناخد example نقول he goes to school، هو يذهب الى المدرسة، اللي هي هنا subject يعني فاعل، goes يذهب دوت الفيرب، to حرف جر الى المدرسة اللي هي سكول المدرسة دوت ظرف. ونوع الظرف ايه؟ ها ظرف زمان ولا مكان؟ ظرف مكان، المدرسة مكان او ظرف مكان. طيب لما نحدد نوع المفعول هنقول مفعول به ها مباشر ولا غير مباشر؟
هنعرف ازاي؟ نشوف مسبوق بحرف جر ولا لا. لو ما فيش حرف جر يبقى مفعول مباشر، لو في حرف جر يبقى مفعول غير مباشر. طبعا هنا معانا حرف الجر تو، يبقى اذا نوع المفعول معانا مفعول غير مباشر ظرفي. ظرفي زمان ولا مكان؟ ظرفي مكان، يبقى مفعول غير مباشر ظرفي مكان. تمام. النظر نقول مثلا they went to the club at 6 o'clock. they went to the club at 6 o'clock، يعني هم ذهبوا إلى النادي في الساعة السادسة. they دوت subject يعني فاعل، went ذهبوا دوت الفعل، to حرف جر preposition يعني حرف جر، the club النادي دوت طبعا ايه دوت الاوبجكت اللي هو المفعول، ونوعه indirect يعني غير مباشر، وظرفي مكان. ظرفي مكان تمام كده. at حرف جر تاني، و 6 o'clock دوت برضو ظرف زمان. ظرف ايه؟ زمان. This is the end of our lesson today. Thank you very much for your good listening and goodbye.